مقدمة عن البرمجة باستخدام فيجوال بيزك. برنامج فيجوال بيزك بيديك إمكانية إن أنت تكتب أكواد بسيطة جدا. النهاردة هنتعرف على أول برنامج البروجرامر بيكتبه في حياته، اللي هو بنسميه هالو وورد بروجرام. جاست يعني مجرد إن أنت تكتب اسمك وتطلع على الشاشة، يعني هالو بيطلع على الشاشة. ده يعتبر بس استفتاح أو بداية في البرمجة. طيب إحنا اللغة البرمجة اللي هنستخدمها فيجوال بيزك. الباكيج اللي هنشتغل عليها فيجوال بيزك 2010، ده قديم ماشي وخفيف وسريع، يشتغل على اي كمبيوتر، سواء كمبيوتر حديث او كمبيوتر قديم وامكانياته ضعيفة، هيشتغل بسهولة جدا. فيجوال بيزك 2010، تمام. انا هفتح الباكيج ده، يبقى انا عندي انستولد على الكمبيوتر بتاعي، ادي هنا فيجوال، ادي هنا بعمل سيرش على فيجوال، ماشي. ادي فيجوال ستوديو ده متقدم جدا 2022، مش عايزه دلوقتي، انا شغال على مايكروسوفت فيجوال بيزك 2010 اكسبرس، تمام. طيب يبقى كده الفيجوال بيزك فتح قدام. طيب علشان انت تعمل بروجرام، ابسط بروجرام خالص، ده زي ما بقول لك احنا بنبدا من الاول خالص. بختار نيو بروجكت، وبعدين هنا بختار كونسول ابلكيشن، تمام. لان في انواع من البروجرامينج اندر ويندوز، في انواع بالبروجرامينج بتبقى بالجرافيكس، انا عايز كونسول ابلكيشن اللي هو على الشاشه السوداء، اللي هو الانبوت هيبقى من على الكيبورد، الاوتبوت هيبقى على شاشه سوداء ما فيهوش جرافيكس ولا ماوس ولا اي حاجه، ده كده بسيط خالص. فانا هستخدم كونسول ابلكيشن. يا ريت برضو تسميه اسم البروجرام بتاعك، تدي له اسم، انا هسميه هلو، ماشي. ما هو اول لما تيجي انت تعمل بروجرامنج، بتعمل برنامج بيكتب هلو على الشاشه، انا هسميه هلو وورد، تمام. وبعدين اروح اعمل من هنا اوكي، تمام. طيب يبقى كده ايه ده، بنسميه الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، الشاشه اللي انت بتكتب فيها الكود، السورس كود بتاع البروجرام بتاعك، تمام. طيب انا هعمل بس من هنا زوم، اخليه 200 علشان بس الدنيا تبقى ايه واضحه قدامك. طيب انا هكتب دلوقتي ايه، كونسول دوت. شوف بقى فيجوال بيزك بيصلح لي، لان كونسول كتبته with small c، ماشي. وبعدين لو انهالي باللون الاخضر على إيه؟ يعني هو فهمها كونسول، واديني اوبشنز اقدر اعمل ايه. انا هختار كونسول دوت رايت لاين، ماشي. كونس وهو اختارها من هنا دبل كليك، كونسول دوت رايت لاين يعني اكتب لي على الشاشه، تمام. اروح فاتح قوس، ادي براكت وادي علامات ايه تنصيص، اقول هلو وورد، ماشي. وادي هنا قفلت علامات التنصيص وقفلت، بس خلاص. يبقى ده برنامج ايه، ده مش حاجه خالص، ده مجرد بيكتب هلو على الشاشه، تمام. طيب انا هروح اعمل سيف واروح اعمل رن. ايه ده، ايه اللي حصل؟ الاوتبوت يا شباب طلع واختفى مني بسرعه، ما لحقتش اشوفه. طيب لو انا عايز اشوفه، هخلي الكمبيوتر بس يطلع لي الاوتبوت في الشاشه السوداء، لان هي طلعت وقفلت على طول، ما لحقتش اشوفه، تمام. طيب بص بقى، انا هخليه يستناني بس ايه اي انبوت كده من على الكيبورد، اقول له كونسول دوت ريد او ريد لاين، ماشي. ريد لاين، ماشي. استنى بس مني اي حاجه من على الكيبورد، تمام. حلو قوي، ادي سيف وادي ران. بص يا سيدي، ادي البرنامج اشتغل، لا الاوتبوت صغير قوي، هقدر اكبره، ادي هنا اخلي الفونت بتاعي 36 اهو، خلاص بس هلو وورد. وكونسول دوت رايت لاين بيكتب على الشاشه، وبعدين يجيب سطر جديد زي ما انت شايف كده، وهو مستني بس ادوس انتر، لان انا خليت كونسول دوت ريد، ريد يعني يقرا من على الكيبورد اي حاجه، ماشي. فاروح انا دايس انتر بس اهو كده، تمام، ماشي. طيب يبقى ده كده ايه بدايه الكلام، برنامج بيكتب هلو على الشاشه، مفيش ابسط من كده، تمام. بس برضو دي فيها شغل، ليه؟ لان انا دلوقتي عملت انستول للفيجوال بيزك وكتبت السورس كود، ما هو اللي قدامك ده سورس كود، وعملت سيف
وران، ران ده بيعمل له ترانسليت، يحوله من السورس كود اللي هي هاي ليفل لانجويج لماشين لانجويج اللي هي وانز اند زيروز، ويبعته على البروسيسور، البروسيسور ينفذه يكتب لك هالو وورد على الشاشه. خلاص، فانا عايزك بقى تعرف ان اي حاجه بتكتبها هنا بتظهر على الشاشه، يعني هالو وورد 2023 ادي هنا هالو وورد، ما بين العلامات هنا هالو وورد 2023 تمام، يبقى ادي من هنا سيف وادي من هنا ران هالو وورد 2023. العب انت بيه بقى، ما هو انت عندك اي حاجه تحييك اطبع اسمك اي اللي انت عايزه. خلاص، حلو قوي. طب تعالى بس، احنا دلوقتي بناخد من كل بستان زهره، والحاجات دي هتبقى مجال للشرح طول العام الدراسي، فانا مش عايزك دلوقتي تقول الحاجه دي انا مش فاهمها. يا سيدي، الحاجه دي مجال شرح طول العام الدراسي. طيب انا عايز دلوقتي افرجك على ايه؟ عايز افرجك على ان الكمبيوتر يطبع لك الارقام من 1 الى 10. طيب بس مش هقول له بقى كونسول دوت رايت لاين 1، كونسول دوت رايت لاين 2، كونسول دوت رايت لاين 3 بهذا الشكل. تمام؟ طيب اتفرج بقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل هخليه هو يعد من 1 الى 10. طيب بص يا سيدي، هكتب هنا ديم. ديم يعني ايه؟ ديكلير، يعني اشهار، يعني اعلان. انا هستخدم فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ متغير كده زي الماث، زي بتاع الرياضه. فانا هكتب ديم كاونت، ماشي؟ يبقى انا دلوقتي عندي فاريبل هيبقى اسمه كاونت. طيب وبعدين بص، ده هو بيكتب معايا، ده عاوزني اكتب كلمه از. يعني ايه از؟ اللي هو نوعه، ماشي. از انتجر، يعني ايه انتجر؟ يعني ارقام صحيحه. ما هو كاونت هيبقى 1 2 3 4 9 10، كاونت هيبقى 1 2 3 4 لغايه 10. تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي فتحت متغير اسمه كاونت. طب هو ليه حاطط تحت منه خط اخضر كده؟ عشان انا عملت الفاريبل ده وما استخدمتوش. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هقول له فور. بص بس انا عايزك تشوف انا بكتب ازاي، والفيجوال بيزك بيصلح لي ازاي. انا هقول له فور وادوس سبيس، اشوف قبل الفور اف كابيتال، وعملها لي بالازرق، هو فهم دي معناها ايه. فور كاونت، ما هو ده الفاريبل بتاعي، ايكوال 1 تو 10، حتى 2 قلبها بالازرق. يبقى ان شاء الله كده هيعمل لوب، هنقعد ندرسها لوحدها كتير، فانت ما تتضايقش دلوقتي ايه الكلام الكتير ده، ماشي؟ يبقى فور كاونت ايكوال 1 ل 10، ماشي. كتب لي هو نيكست. اه ما هي الفور عايزه نيكست. طب هي دي، هيقعد يلف حوالين نفسه، يخلي مره كاونت بواحد، مره كاونت باثنين، ثلاثه اربعه خمسه سته 9 10. طب انا هعمل ايه؟ جوه اللوب هقول له كونسول دوت رايت، وهكملها رايت لاين بتوين براكت كاونت، ماشي. بس خلي بالك ما حطيتش علامات الايه، التنصيص. ليه؟ عشان مش يطبع لي كلمه كاونت سي او يو ان تي، لا، يطبع لي القيمه اللي في الفاريبل كاونت. بص يا ابني، ادي من هنا سيف وادي من هنا ران. اه ادي هالو وورد 2023، وبعدين 1 2 3 4 لغايه 10. طيب ما هو زي الفل اهو. يبقى انا عملت لك ايه؟ عملت لك لوب. فانت لسه مش قادر تفهم اللوب، دي عليها محاضرة او اتنين. انا النهاردة بس بفرج، انا بفرج، مش هي دي التدريس. تمام. طيب حلو قوي اهو يا سيدي، خليته يكتب لك هاللور، وكمان عملت لك لوب يقر من 1 ل 10. طيب عايز اديك مثال كمان، وانهي 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 الكلمتين دول، هم 5 دقائق. عايز اديك مثال وانهي، هديك مثال كمان. بص يا سيدي، انا عاوزه بقى ياخد الدرجة، فانا هعمل مارك فاريبل اسمه مارك واخليه انتجر. وبعدين انا عندي شرط، انا عندي نجاح من 50، فهكتب له اف مارك جريتر ذان اور ايكوال 50، لو الدرجه اللي انت ادخلتها دي اكبر من او يساوي 50 يقول لك باس، يعني نجاح. طب لو ما كانتش else يقول لك فيل، اللي هو ايه، بعيد عنه وعن السامعين، رسوب. طيب تعالى بس اوريها لك وخلاص، انا هعمل لك اف ذن else. بس ادي احنا بنتفرج يا شباب، بنتفرج، مش هو ده الشرح؟ لسه لسه الوقت، لسه ان شاء الله هنعمل كورس كامل وهنشرح كل حاجه بهدوء.
تمام. طيب تعالى دلوقتي بس انا هكتب هنا ديم مارك از انتيجر. ليه؟ انا هعوز فاريبل اسمه مارك علشان ده اسجل جواه درجة الطالب. از انتيجر يعني ارقام صحيحة، لان انا مش هستخدم علامة عشرية، مش هستخدم فراكشن، مش هستخدم كسور. طيب حلو قوي. سيب بقى دلوقتي، ما انا هعمل لك البرنامج ثلاث حتت في بعض، اللي هي هاللورد وبعدين فور كاونت 1 ل 10 وبعدين الاف دي وخلاص. طب بص يا سيدي، انا هخليه يكتب لي ايه، انا بحب استخدم ايه، كنترول سي كنترول في، بدل ما اقعد اكتب قدامك ايه واعمل اخطاء. انا هقول له دلوقتي كونسول دوت رايت، اكتبها انت بقى، هقول له كونسول دوت رايت ماشي، وهنا اقول له انتر مارك نقطتين وسبيس. تعال نشوف دلوقتي انا عندي ايه، نقطتين وسبيس وسبيس ماشي. بص يا سيدي اهو، ادي سيف وادي رن، كتب لي انتر مارك. طب وبعدين؟ لسه ما انا ما برمجتش. طيب حاضر، يبقى دلوقتي دي رساله تمام. بعد كده بقى عايزه هو ياخد مني الفاليو بتاعت الفاريبل مارك، اقول له مارك ايكوال، اقول له مارك ايكوال كونسول دوت ريد لاين عشان يقرا من على الكيبورد تمام. يبقى هو هياخد مني الفاليو بتاعت الفاريبل مارك. تعالى نعمل لها سيف ورن، لسه البرنامج ما خلصش. ادي من هنا سيف ورن، يبقى انتر مارك مثلا 75، ما عملش حاجه، ما انا لسه ما برمجتش. هبرمجها لك بقى ونبقى خلصنا. بص يا سيدي، وبص انا بكتب ازاي، لان الفيجوال بيزك بيصلح لي. انا هقول له اف، بص انا كاتبها ازاي، دوت سبيس، كتب لي الاف كابيتال، ما هي المفروض تبقى كده. وبعدين ادي مارك، ما هو ده الفاريبل بتاعي، سمولر ذان اور ايكو، انا اسف، جريتر ذان اور ايكوال 50، ما هي ده الرول بتاعي، انا عندي النجاح من 50 تمام. طيب خلاص هروح دايس انتر. لا لا لا، بصراحه بقى كتر خيره، لان هو كتب لي ذن، هي الاف والكونديشن وبعدها ذن، وكتب لي اند اف كمان وعملهم بالازرق ماشي، وبعدين زحزح لي كده جوه ايه ناحيه اليمين. هقول له هنا بقى كونسول كونسول دوت رايت، انا هكتب رايت ار سمول، هو يقلبها لي ار كابيتال، رايت لاين ماشي، افتح براكت، هو عملها لي كابيتال، كوتيشن باس، باس يعني نجاح ماشي. طيب افرض بقى ما جابش ال 50، انا عندي حاجه اسمها else، رجعها لي من الاول وعمل لي الاي كابيتال. else يعني if not، يعني عكس الكونديشن ده، يعني من اول 49 وبالنازل. هقول له ايه؟ هقول له كونسول دوت رايت لاين فيل. اهو ادي هنا هاخدها كنترول سي، وادي هنا كنترول في، وادي هنا فيل تمام. تعالى بقى نعمل بيها ران ونلعب بيها لما نشبع. خلاص انا كده خلصت الايه الكود بتاعي. انت بس شطارتك لو شغلت فيجوال بيزك وكتبت كود زي كده، فهمته او ما فهمتوش انا لسه هشرحه تاني، يبقى احنا كده استفتحنا. بس ادي من هنا سيف، وادي من هنا ران. بص يا سيدي، انتر مارك مثلا 75، بص بقى المره دي طلع لي باس تمام. طيب ماشي، نعمل ران تاني ماشي. طب يا ترى ال 50 هتعمل ايه؟ خلي بالك انا كاتب جريتر ذان اور ايكوال، يعني اكبر من او يساوي، يبقى ال 50 مع النجاح تمام. طيب نعمل ران تاني، نجرب بقى ال 49، ادي هنا 49، ايوه من اول هنا فين تمام. طيب يبقى انا عملت لك ايه دلوقتي؟ ابسط شيء، انا كتبت لك اللي هو هلو وورد، ابسط شيء، البرنامج اهو قدامك، انقله وشغله عملي ماشي، واتقنه والعب بيه، العب بيه، ما هو انت عندك البرمجه فيها متغيرات لا نهائيه خلاص. وان شاء الله وعد، الاف ذن الس دي هتتشرح في محاضره، الفور لوب دي هتتشرح في محاضرتين تمام. انا كل اللي عاوزه بس دلوقتي ان احنا استفتحنا وشغلنا البرنامج بس. شكرا جزيلا لانتباهكم، ويا ريت ان شاء الله الكورس يكون مفيد. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.